عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: فلا أحب أن أكون عبدا شكورا. متفق عليه. هذا لفظ البخاري ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء أفعل، فإن لو تفتح أمل الشيطان. رواه مسلم. وبالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تدل على عظيم اجتهاده صلى الله عليه وسلم وعنايته بطاعة ربه وعبادته، مع أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان أعبد الناس أكثر الناس اجتهادا في العبادة. في الحديث الأول تقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل حتى تفطر قدماه. في حديث المغيرة المشعبة: حتى ترم قدماه. فقالت له في ذلك: يا رسول الله، لم تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. في اللفظ الآخر: إني أحب أن أكون عبدا شكورا، يعني هذا العمل وهذا الاجتهاد من شكر الله على نعمته، من شكر الله على مغفرته لما تقدم من ذنبه وما تأخر. واللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأصوم وأصوم وأفطر، ولكن أصلي وأقوم، ولكن أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهو يجتهد في العبادة، ولكن يعطي بدنه ونفسه بعض الشيء حتى تقوى العبادة. لما بلغه أن بعض الصحابة قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال بعضهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، قال بعضهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، قال بعضهم: لا أكل اللحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا يبين أن الاجتهاد في العبادة ليس معناه ترك الراحة بالكلية وتكليف الناس ما لا تطيق، لا، بل تارة وتارة، تارة يعمل ويجتهد، وتارة يعطي نفس حظها من الراحة حتى تقوى على العمل، كما في الحديث الآخر: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق الحق. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهلها عليه الصلاة والسلام. العشر الأخيرة من رمضان كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، يحيي ليلها بالعبادة عليه الصلاة والسلام، ويعتزل النساء ويعتكف، يطلب فضل الله ويطلب إحسانه وجوده وكرمه. فالمؤمن هكذا يتأسى بنبي صلى الله عليه وسلم الجد بالعبادة والعمل الصالح والرب فيما عند الله، لكن من غير تكليف نفسه ما لا يطيق، كما في الحديث: اكلفوا من عمل تطيقون، اكلفوا من عمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولما قال قيل له: إن فلانة تصلي من الليل تربط حبلا فوق حتى إذا تعب تعلق من الحبل، قال: لا، اكلفوا من عمل، وقطع الحبل، قال: اكلفوا من عمل تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فينبغي المؤمن هذا أن يعمل العمل الذي يستطيع من دون مشقة حتى لا يمل، حتى لا يكره العبادة، يعمل بطاعة الله ويجتهد في طاعة الله في النوافل مع الفرائض، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، لكنه لا يتكلف الشيء الذي يشق عليه ويمله العبادة، وربما تركها بعد ذلك للتعب. خير الأمور أوسطها. كذلك حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي
خير وأحب الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير يعني في كل واحد منهما خير القوي والضعيف. فالمؤمن القوي الذي يجتهد في طاعة الله ويأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ويدعو إلى الله ويعين على نواب الحق أفضل من الضعيف الذي حده نفسه ما عنده توسع في العمل. وفي كل خير في كل واحد خير، لكن الذي عنده نشاط ينهى عن المعروف ينهى عن المنكر دعوة إلى الله مساعدة الضعيف وغير هذا من وجوه الخير أقوى إيمانا وأكثر أجرا من المؤمن الضعيف. وفي كل خير. ثم قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، احرص أيها المؤمن على ما ينفعك واستعن بالله، يعني لا تكن كسولا ولا معرضا، فيحرص على ما ينفعك في أمر الدين والدنيا، في أمر الدين من العبادات، في أمر الدنيا من الكسب الحلال والرزق الحلال. ولا تعجز ترك العمل كعجز، كون سيترك العمل ليشهد الناس هذا هو العجز والكسل، لكن يعمل في التجارة، في عمل عامل يعطى أجر، في الزراعة، في أي عمل من أعمال المباحة حتى يستغني بها عما فائد الناس، حتى يستغني بهذا عن سؤال الناس. سئل الرسول قال يا رسول أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. عمل الرجل بيده من حراثة، غراسة، تجارة، حدادة، غير ذلك من أعمال اليد. وكل بيع مبرور، التجارة بالسليمة التي ليس فيها كذب ولا غش أيضا كسب طيب. قال صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكون من عمل يده، ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكون من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده، خرجه البخاري في الصحيح. هذا فيه فضل عظيم عمل يد، ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، كان يصنع الدروع ويبيع ويأكل من عمل يده. فأنت كذلك تعمل نجار، خراز، حداد، بناء، إيش بالعمل من عمل يدك أو بالتجارة السليمة البعيدة عن الكذب والغش كله طيب. فالإنسان لا يجعل الوقت كله للدنيا ولا كله للآخرة، بل يعطي الآخرة حقها ويؤدي الفرائض ويعمل ما تيسر من الطاعات والعبادات ويعطي نصيب حظها من الدنيا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا مثل ما قال الله لي حكى الله عن نصيحة المؤمن لقارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فهكذا المؤمن لا ينسى نصيبه من الدنيا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، يعني إذا فات المطلوب فعلت الأسباب ولا نجحت قل قدر الله ما شاء قدر، يعني هذا قدر الله فهو مبتدا محذوف، أو قدر الله هذا في الفعل الماضي والفعل المحذوف قدر الله هذا وما شاء الله فعل سبحانه وتعالى. فإن لو تفتح عمل الشيطان لا تقول لو أني رحت للطبيب ما أصابني هذا، لو فلان راح للطبيب ما مات، هذا غلط. عليك بالأسباب ولا تقول لو إذا قدر نزل قضاء ما فتح له، لكن افعل الأسباب فإن نجحت فالحمد لله، ما نجحت فلا عليك. أما تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو أني ما سافرت كان ما أصابني كذا، لو أني ما زرت فلان كان ما أصابني كذا، هذه أمور سبق بها علم الله وقدره سبحانه وتعالى. لكن أنت عليك الأسباب، تسربك التوفيق وتقول اللهم يسر أمري، اللهم أعني، فإن حصل المطلوب وإلا فقل قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفق الله الجميع. صلى الله عليك. في حديث صلى الله عليه وسلم قوله المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هل القوة تقتصر على الإيمان فقط أم القوة في الجسد كذلك؟ صلى الله عليه. القوة في الإيمان في العمل الصالح وهو بالجسد، قد يكون الجسد مثل بعيد ولكن ما في فائدة، المهم قوة الإيمان، قوة القلب والعمل في الجوارح. يقتصر على الإيمان فقط؟ هي قوة الإيمان هي قوة الجسد. المؤمن الضعيف خير من فاجر أعظم من الجمل، لكن ليس عام الحديث. لا مقصود قوة الإيمان. الله يحسن.